بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سواح من مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم في حلقة جديدة لكن هتكون مختلفة. الحلقة دي بتنقل عن باقة حلقات، مجموعة من الحلقات هتكون تحت مسمى علشان خاطر أولادك. طيب، إحنا بتوع طاقة زي ما بيسمونا، إيه اللي هنعمله في الحلقات دي أو في السلسلة دي؟ الطفل هنبدأ معاه عن طريقك انت من وهو عنده 6 شهور. معلومة خطيرة، طفلك هيسجل كل حاجة زي الداتا زي الهارد ديسك، بيسجل كل حاجة بدون وعي وبدون إدراك من وهو عنده 6 شهور، من أول ما بيبتدي إن هو يركز تركيز عميق على الألوان، على الإضاءة، على الصوت، على هتقولي ده بيركز من قبل 6 شهور؟ أقولك أيوه، لكن التركيز العميق بيبدأ من سن 6 شهور. هيركز كل حاجة، إن الشحن طاقة إيجابية هتكون تربيته أسهل، تربيته أيسر، هيكون أفضل بمراحل 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 عن أي طفل تاني بتبدأ معاه متأخر. فترتنا وسلسلة الحلقات اللي هننفذها هي عشان خاطر أولادك من أول سن 6 شهور أو 6 أشهر إلى سن مرحلة الثانوية، اللي هي عندها استحالة تقدر تعدل الشجرة تاني. زي ما أسست الشجرة هتثبت، إن كانت ثابتة عوجة زي ما بنقول بالعامية هتفضل عوجة، إن جيت تحاول إنك تعدلها هتكسرها. طيب، يبقى إذا إحنا هنتكلم في الطاقة، هنتكلم في الشحن الطاقي للأطفال، هتفهم حاجات كتير جدا 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 يمكن أنت ابنك بيعملها أو ابنك بينفذها وانت مش فاهمها وفاكراها ان هو بيلعب وخلاص. شفت انت الكبس الاضاءة، الزرار بتاع الاضاءة لما بيفضل يضغط يضغط ايد يشغل الاضاءة يطفي الاضاءة وهكذا، انت فاكره بيلعب وعايز يحرقها، في حين ان وراها مغزى عميق جدا جدا، هي بداية تنمية الذات، ان انا مؤثر. الطفل ما بيضغط على شيء ويلاقي ان في رد فعل ليه، ان هو عمل سبب وسبب ظهره اللي هو انه في رد فعل ليه، بيبتدي ان هو تنمو عنده نقطة الذات، نقطة ان انا قادر، نقطة ان انا مؤثر بدون وعي وبدون ادراك، فيفضل يعملها كتير يعملها كتير يعملها كتير. احنا نقول الله ده فرحان دهبل، انه فاكر انه عشان بيعمل يلعب في اللمبه او في الاضاءه وهكذا، فاكر ان يعني هو ده لعبه، ده مش بالنسبه له لعبه. حركات كتير جدا جدا لو فهمت الطفل يقصد بيها ايه او هي بتنمي جواه ايه، هسيبه يكررها ويكررها ويكررها لحد ما يتركها بنفسه ويكون نمى عنده الخانه دي او ملى عنده الفولدر ده وخلاص اتقفل، بقى عنده الذات قوية، بقى عنده كل الأشياء دي عن طريق الحاجات اللي احنا بنمنعه أصلا منها. علشان خاطر ولادك هتكون سلسلة هنتكلم فيها، هي قريبا جدا هنبدأ تسجيلها إن شاء الله، هنكون بنتكلم في كل حاجة تخص الطفل، زي شحن طاقته، زي شحن طاقة المحبة فيه، ايه اللي ممكن يأثر على الطفل في سن 6 شهور ويخليه يفضل عاق مدى حياته، وايه اللي يأثر عليه هو لسه في سن 6 شهور ويفضل بار مدى حياته. ازاي اخليه طفل سوي وشاب سوي ورجل سوي؟ ازاي اشحنه؟ ازاي اثر فيه بدون الحاح وبدون ما اكون انا قائد عليه او كبير عليه زي ما بنقول؟ ازاي انميه وانميه له ذاته؟ ازاي وازاي 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 وازاي؟ فقرات هتكون بسيطة مسجلة، هتكون على هنا حلقات على قناتنا على اليوتيوب، هتأثر وهتغير هتخلينا نضحك مع بعض ونضحك مع أولادنا، هتخلينا كمان نعرف كل العالم بتاعهم بأفكارهم بطاقتهم باللي يزعلهم باللي يفرحهم، بعيدا عن كل اللي احنا اتربينا عليه وبعيدا عن كل اللي احنا بننفذه واحنا بنضر بيه أولادنا أصلا. كل ده قريبا جدا على قناة النظام الطاقي Inherited System، حلقات متتابعة. إن كنت مهتم بده، وإن كنت مهتم إنك تعرف، وإن كنت مهتم إنك تجرب معانا، وإن كنت مهتم إنك تنفذ معانا وتعرف المعلومات دي وتبتدي تنفذ وتدينا تقارير على التغيير اللي حصل وطرأ في حياة أولادك، وإنت تشوف تغيير مذهل مذهل سحر،
ونفذناها كتير على أولادنا وأولاد غيرنا، وفي المركز وفي الأكاديمية وفي المعسكر، وفي كل وقت بننفذه، وفي كل زيارة بنروح مكان بننفذ ده. فشوفنا التغيير، شفنا الفرق. انت كمان هتعرف ده. ان كان يهمك ده اكتب تعليق على طول انك انت منتظر ومتابعنا ويهمك ده، عشان نعرف العدد اللي هيكون متابع الحلقات قد ايه، وكمان ناخد منكم تشجيع ان احنا نسجل قريب ان شاء الله، قريبا جدا، علشان خاطر ولادك سلسلة حلقات خاصة بطفلك بأبنائك. نلتقي على خير. ما تنساش تضغط اشتراك في القناة عشان يوصلك الحلقات اول ما هتنزل، كمان يوصلك كل جديد بننزله على قناة النظام الطاقي. متنساش كمان انك انت في حالة الرغبة في التواصل او الاستفسار او الاستشارات، انك تتواصل معنا على الرقم اللي اخره 5. شكرا ليكم، القاكم على خير قريبا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي بإذن الله. السلام عليكم.